اليوم ان شاء الله غنقدم لكم مسمن كيجي مورق، كيجي مورق وخفيف مقرمل. خليكم معنا وندوزوا المقادير. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله غنقدم لكم مسمن عادي اللي تندير دائما في داري. ندوزوا المقادير. عندنا هنا 4 ديال الكيسان، عبرتهم بحال هكا، 4 الكيسان ديال الفورس بالعبار ديال كاس العنبه، 4 الكيسان ديال الفورس، جوج الكيسان ديال الفينو، عندنا معلقه صغيره ديال السنيده، عندنا الملحه، شويه ديال الخميره حبيبات، شويه راس المعلقه، ها هي واقيلا بانت لكم شويه باش ما تخمرش لينا، ونص كيس ديال خميره الحلوه غنخلطو مع الفينو باش نورق، وعندنا الزبده، زبده سبيسيال ماشي مارغارين، وعندنا الزيت للطرق. نبداو على بركة الله، نزيدو الفينو، فينو على الفورس، اللي بغى يدوب المقادير يدوبلهم، اللي بغى ينقص ينقص. أنا المهم قد ما درتو شحال ما درتو ديال الفورس، النص ديالو تيكون ديال الفينو. نديرو الملحة، ديك معلقة صغيرة ديال السنيدة، ديك راس تاع المعلقة ديال الخميرة معجنة، صافي هادشي اللي عندنا، غنعجنو دابا إن شاء الله. بسم الله، الما دافي، الما سخنتو غي شوية، مسخنش بزاف. نزيدو الماء غير شويه بشويه باش نعرفو القياس. مخصهاش تكون قاصحه، ما تكونش خفيفه، ملي غتبقى ترتاح غتعاود ترخف شويه. نشل الماء، نزيد شويه الماء، انا كنأكد على المبتدئات اللي تبع الطريقه، راه غادي يخرج لي مسمن بحال اللي غيخرج لي ان شاء الله. صغير الواحد يتبع المقادير وصافي، ما راه مسمن ساهل. شويه ديال الماء، خلي شويه قاصح،
لكم شويه ماشي بزاف، غنحطوه هنا نخليوه يرتاح ويتسدلك وحده غير شويه. انا قلت بركه عليه صافي. هانتوما شفتو القوام راه واخا ما خفيفاش وما قاصحاش. نجمعوها دابا نديروها في كيس بلاستيكي حتى ترتاح ونعاودو نرجعو ليها. دابا نرجعو للعجين ديالنا بعد ما ارتاحت. هانتوما شتي ملي كترتاح، انا ما خديتهاش مازال ارتحت بزاف، شي 10 دقائق ولا 15 دقيقة. شو كي كتولي تلكات مزيان غير بوحدها هنا البلاطو ونشكلو فيه مسمن، نديروه ان شاء الله مويان، منديروش كنديروهش كبير انا بزاف، هذا القياس هذا الحجم مباركة. دابا بعد ما شكلنا العجين ديالنا كويرات ندهنوه باش ما يتشققش. ونعاودو نغطوه مرة ثانية حتى يرتاح. هادي يمكننا نكرصوه، خليو شي 5 دقايق أخرى. دابا بعد ما ارتاح لينا المسمن نحيدو عليه بلاستيك ونبداو من الاولى. ولكن قبل ما نبداو خصنا نديرو ديك المعلقه الخميره اللي قلنا في هاد الفينو، نخلطوها باش غنورقو. صافي دابا عاد نبداو ان شاء الله. والمسمن قد ما تورق قد ما كيجي مزيان. شتو هاد البواقات اللي كيخرجوا حين ترتاح مزيان. انا الزبده ما دوبتهاش، خليتها على حراره المطبخ، ناخذ غير كميه ونزيد شويه ديال الفينو. عاد نجمعوها ونحطوها على التسالي ونديرو واحده اخرى.
خصكم تبقاو تورقوا تيبان لكم بحال هكا، تيبان لكم سطح العمل. كنديروا كميه لا باس بها ديال الزبده، ونرشوا شويه ديال الفينو. نعود معكم وحده اخرى. غير العجين ملي كترتاح راه كتبدا كما درتو ليها كتمشي معكم، زعما كما ورقتوها كتورق. واخا تقب العجينه ماشي مشكل، مغاديش حيت غتجمد مغاتجي شبينه. عاوتاني كنعاودو نزيدو هنايا الزبده والفينو ونعاودو نجمعوها. صافي غنخليكم حتى نكمل انا هاد الكميه ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. وبعد ما كملنا المسمن، بعد ما كملنا المسمن ديالنا في التكراس، في هاد الاثناء انا شعلت على المقله باش تسخن، وغنبداو ان شاء الله نبداو من الاولى. غير هو المسمن ما نرقوش بزاف، ما نرقوش بزاف وما نخليوش غليظ باش ما يبقاش خضر من الداخل، وما نرقوش باش ما يجيش يابس، نخليوه بين وبين. بركة هذا هو القياس. تكون النار متوسطه ماشي مجهده باش ما يتشلهبش ويبقى خضر. انا درت النار متوسطه معتدله. نزيد واحده اخرى. شوفو كي كيتنفخ، عرفتو واش كيبان ليكم؟ كيتنفخ حيت مرتاح، مع ديك الخميره لي درنا ليه حبيبات حتى هي كتخليه يتنفخ. هو المسمن والمروي تيبغي غير خاطر، تيبغي غير واحد يعطيه شويه الوقت وكل شيء كيجي مزيان. شوفي تحمر كيجي مورق. صافي برا كنحيدو هادو ونديرو جوج خرين.
الكلى راه تقدر تسلكي حتى اكثر من جوج. نزيدو شي واحد في الجنب، نزيد واحدة أخرى. هذه بركة عليها حتى هي. كيجي مرق باقي سخون، شفتو المسمن ديالنا كيجا من الداخل مورق، ومن هنا كسمعتو التكرميله من الفوق مكرمل ومن الداخل مورق، جا غزال ما شاء الله. تبعوا غير النصائح وغيخرج لكم ان شاء الله بحال هكا. هادو بركه عليهم. ونبقى انا تنكمل هاد الكميه، هذاك العبار اللي درنا تاع الطحين خرج لينا 18 حبه مزيان. ها نتوما شفتوا الحجم ديالهم، كبيبرين ماشي صغار. ونبقى دابا تنكمل العجين كله ان شاء الله، ونعاودو نتلاقاو. ها المسمن ديالنا بعد ما سليناه كيجا كله مورق من الداخل وطيب مزيان. هانتوما نقطع لكم شي وحده باش تشوفوا. شتو كي كيجي جا غزال. انا كنفضلو بالعسل، انا كيعجبني بالعسل. ديجا فيه الزبده، كويس داتاي، وبالصحة والراحة.